يا جدعان، انا النهارده هعلمكم ازاي تعملوا تركوتة. طبعا في ناس كتير قوي عارفه التركوتة، في ناس متعرفوش. التركوتة هتتكون من كلي، وكمان علشان تجيبوا لو عايزين يعني تغيروا لونها، لابس لازولي، مش شرط لابس لازولي، اي لون ممكن تغيروا منه، لكن اللون ده انا بحبه فانا جبته. ومحتاجين فرن وكول. اول حاجه هنحط الفرن، نحط فيه كلي بلوك ونحط كول. كلي بلوك هيفضل كده بس نعمل، مش طلع لنا تركوتة. بعد ما يطلع لنا تركوتة، معلش يا صاحبي، محتاجين كرافتنج تيبل نستعطى. ماشي، محتاجين كرافتنج تيبل. هنفتح الكرافتنج تيبل ونحط حواليها مش لو نحط حواليها حاجة. محتاجين كذا تركوتة. هو انا كده علمتكم يعني ازاي نعمل التركوتة، بس احنا كده هنتشال يعني. مش مهم، انتوا كده عرفتوا ازاي تجيبوا التركوتة من الكلاي. هتحطوا كلاي في الكول. بعديها بعد ما تعملوا كده، استنى بس نفضي ده كده. هتجيبوا اي لون انتوا عايزينه، انا بحب ده فهجيب اللون ده. وهتجيبوا راحت فين؟ اه ماشي، الكرافتنج تيبل واللي انتوا عايزينه بقى، التركوتة طبعا دي اهم حاجة، بس التركوتة اللي احنا طلعناها من كلي. بعد الكرافتنج تيبل هتحطوا اللبس لازولي في النص، تحطوا حواليه التركوتة، هيطلع لكم بلو تركوتة. بلو تركوتة دي خلاص جات لكم صح. بعديها بقى عشان تخلوا التركوتة شكلها حلو، هتحتاجوا كول كتير قوي. هتجيبوا كول هتحطوه في فرن، وهتحطوا فوق البلو تركوتة. هي بتتحرق. هتطلع لكم البلو اللي هو بلو ده، هتحطوه اهو، شكله حلو ولونه حلو. كمان هو حلو كمان في ان انتوا تعملوا بيبيوت، يا رب انه يعجبكم يعني. ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب، وشوفوا انتوا اللي انتوا عايزينه ممكن تقولهولي وانا اعمله لكم كل الحاجات دي. ودي بيوت كده انا كنت بعملها، كنت بفكر في افكار بيوت حلوة. هو البيت ده مش وحش يعني، انا مثلا من كل البيوت ده انا بفضل ده. ده ما كانش بيت، ده كان مخزن كده بجرب ان انا اعمله. عملته وحطيت فيه كده ريسبونس للزومبيز، بس طبعا الزومبيز ده كان كده. متقوليش يعني ايه يعني كده، عشان مش فاهم اصلا. يلا بقى ايه، طبعا دلوقتي بهبل كده. هو حلو اهو خلاص، ده كده اللي طلع علينا من لابس لازولي. في كذا لون تاني لو عايزين تجربوه، ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب، وشكرا.